هج، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا الطحان. انا معاك سامح عبد الهادي الزراعي مباشر يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. انا لو جينا نتكلم النهارده يعني وحضرتك بخبرتك الطويله وعلمك، توصف حال الثروه الداجنه في مصر ازاي؟ حضرتك شايف الثروه الداجنه موقفها ايه النهارده؟ هو الحقيقه الثروه الداجنه النهارده في موقف لا تحسد عليه. الثروة الداجنة فيها تخبط شديد جدا. أيوة. في مجموعة من الشركات ومجموعة من التجار بيتلاعبوا بصناعة الدواجن في مصر. بمعنى إيه يا فندم؟ بمعنى إيه؟ بمعنى النهاردة الشركات المنتجة، إذا كانت شركات تفريغ، شركات أعلاف، شركات أدوية، الشركات دي بتلعب بالمربي. ويعني انا من خلال تعاملي مع بعض الشركات اللي الحقيقه كنت بثق فيها قبل كده، لقيت ان تنتج كتاكيت النهارده فيها مصابه بالاسهال الابيض، مصابه بالتهابات السره، وبالتالي المزارع بياخد الكتاكيت دي بتضيع منه، يضيع منه الدوره، وبعد ما بياخدها منه يقول له ما اعرفكش. فدي برضو يعتبر من العوائق اللي احنا يمكن ما ذكرناهاش في حلقات قبل كده، ولكن فوجئت بيها من عند عدد كبير من المزارعين، والشركه تتخلى عنه تماما وتسيبه يخسر. ايوه. الحقيقه دي يعني مشكله جديده انا النهارده بطرحها، بالاضافه للمشاكل اللي احنا طرحناها قبل كده بالنسبه مشاكل اللقاحات ومشاكل الامصال. و هو حضرتك بتتكلم على جزئيه مهمه قوي، ده الكتكوت اللي انا هاخده عندي في المزرعه عشان اربيه، عشان في النهايه اقدر ان انا اسوقه. حصلت في الموسم من سنه تقريبا ان فعلا بعد ما المربين اشتروا الكتكوت ظهرت فيه امراض، وتم تشخيصها باكثر من تشخيص، والمربي ما بقاش عارف يلجا لمين. ده سببه ان في احتكار للكتكوت والاستيراد الكتكوت من الخارج، ولا ده ويتعالج ازاي؟ هو حضرتك المفروض نعمل رقابه صارمه على الشركات اللي بتنتج هذه المنتجات الخطيره والهامه جدا، لان انا لو عندي الكتكوت سليم هيقدر يقاوم حتى الامراض، لكن انا يجي الكتكوت عندي من اول يوم فيه مشاكل والشركه تتخلى عن المربي ويتملص منه ويجي يعاين وياخد عينات ويصور ويعمل بروباجندا وفي الاخر ما يردش على المربي، ايه المشكله؟ ولا تعويض ولا اي حاجه. الحقيقه دي انا هذه المشكله لاول مره اطرحها من خلال مواجهتي لهذا الموضوع مع عدد كبير من المربين بيقولنا الكليه وبيشكولنا المشاكل اللي هم بيشوفوها. أيوة. ولما اتصلت بمدير الشركه برضه لم يرد علينا ولم يهتم بهذا الكلام، وبالتالي هذه الشركات بتساهم في دمار صناعه الدواجن في مصر. ايوه. وبقول هذا الكلام من خلال يعني حاجات عمليه فعليه واجهتها بنفسي انا شخصيا يعني. أيوة. وبالتالي انا النهارده بناشد وزاره الزراعه وبناشد اتحاد منتجي الدواجن في مصر ان يعملوا رقابه على هذه الشركات ويبقى فيه مسؤوليه، يعني النهارده لما يجيب كتكوت وحش، سوري كتكوت يعني مصاب بمرض او كتكوت سيء او عارف مغشوش، المفروض هذه الشركه تعوض المربي عن هذا الخطا اللي المربي ما لهش ذنب فيه. ايوه. لكن الشركة المهم تاخد فلوسها مقدما بعد كده ما تعرفش المربي. انا الحقيقة يعني طب في ظل التقدم اللي احنا يعني بنشهده ان احنا عندنا هدف ان احنا ننهض بهذه الصناعة، صعب جدا ان انا ابتدي انتج الكتكوت عندي هنا في مصر؟ عملية انتاج الكتكوت في مصر دي ليست جديدة، يعني انتاج الكتكوت موجود في مصر من سنة 92 للنهاردة وعلى مستوى عالي جدا، لكن انا شايف الفترة الأخيرة أصبح يتقهقر إنتاج الكتكوت بالصورة السليمة. ليه؟ بالإضافة للأمراض اللي بتواجه يعني المربي يجي ما بين فكي الراحة، يستلم كتكوت عنده سهال أبيض، يستلم كتكوت عنده التهاب سرة، يستلم كتكوت مصاب بعظم امتصاص قيس المح، ودي كلها عيوب يعني فنية خاصة بمعامل التفريغ. ومين اللي بيتحمل مسؤوليتها؟ المربي. وطبعا المشاكل اللي بتحصل في معامل التفريغ نتيجة المشاكل اللي بتحدث في قطعان الأمهات وهكذا، فهي سلسلة من المشاكل لا يتحملها إلا المربي. أما الشركات
فهي تتملص تماما. بس انا يعني ده من وجهة نظر الشخصية، ومش عارف حضرتك رأيك ايه. انا شايف ان احنا بنقول يعني ما نقدرش ننتج كتكوت بصورة جيدة، ده لصالح فئة معينة عشان تستورد من الخارج. احنا عندنا نماذج ناجحة جدا، احنا عندنا مشروع لانتاج بيض خالي من المسببات المرضية تابع لمركز البحوث الزراعية على اعلى جودة واعلى مستوى، وبيطبق كل المعايير الدولية، وبنصدر لدول العالم. فاحنا معنى كده ان احنا نقدر ننتج ونقدر نصنع بنفسنا. اهم مدخل عندي في صناعة الدواجن يا فندم موضوع الكتكوت ده موضوع مستقر تماما، وحكاية ان انا استورد كتكوت ده كلام خاطئ جدا، لان ده هيضيع لي الامان الحيوي في مصر. ايوه انا كفاية عليا البلوة اللي انا عايش فيها ان انا بستورد علاف. ايوه يعني كمان اروح استورد كتكوت؟ يعني كفايه استيراد الذره الصفراء واستيراد قزبل الصويا واستيراد المركزات واستيراد اللقاحات واستيراد الادويه. طب والادهى من ذلك تروح تستورد كمان فراخ مجمده. يعني طب ما انا اقول لحضرتك على حاجه، انا دلوقتي استوردت كل حاجه، انا استوردت الكتكوت والعلف واللقاحات. طب ما هو في الاخر، طب ما انا استورد الفرخ. يعني طيب. يعني احنا دلوقتي بنخدم يعني الصناعات العالميه بنخدم المستورد. لكن هو حضرتك الافضل والاوقع ان انا انتج انتاج سليم وصحي ومضمون محلي. صعب الكلام ده، صعب يا دكتور الكلام ده صعب يتنفذ؟ لا هو حضرتك مش صعب يتنفذ ابدا. انا ارى ان ذلك ليس صعبا في تنفيذه. ليه؟ لان انا النهارده لما انتج الكتكوت صح وانتج الاعلاف هقدر افتح مزارع واكتفي ذاتيا وما استوردش وما ضيعش العمله الصعبه بتاعت البلد وما زودش البطاله. لان كون انا استورد فرخه جاهزه من بره انا بقفل المزرعه المزارع اللي عندي في البلد وبزود البطاله وبقتل المهارات اللي موجوده، المهندسين الزراعيين اللي احنا خرجناهم على اعلى مستوى وبمهارات عاليه. المهارات دي بتقتل لان المزارع اتقفلت، واتقفلت ليه؟ بسبب الاستيراد. وبالتالي عمليه الاستيراد ده يعتبر حرب خطيره جدا وحرب شرسه على صناعه الدواجن في مصر. هو الاستيراد النهارده هو شر لابد منه. انا عندي عجز في الانتاج وعندي مستهلك ما بين ارتفاع في اسعار اللحوم الحمراء وارتفاع في اسعار الدواجن او يعني قله المعروض، وبالتالي انا كده يعني في استيراد علشان اوفر للمستهلك احتياجاته. لكن ده مش هو الاساس عندي. انا الاساس عندي ان انا انمي صناعه بلدي. يعني انا النهارده بأناشد الروح الوطنيه في المستثمرين. زي ما انت عندك القدره على استيراد من الخارج، احنا نبتدي ناسس لمشاريع عملاقه يكون كل مستلزمات انتاجنا في البدايه على الاقل نقول الكتكوت من الارض المصريه من ايدينا احنا. تمام. يعني لازم نبتدي ان احنا فعلا نقوم صناعة حقيقية برجال مصر المخلصين. وزارة الزراعة هي جهة تنظيمية. يعني احنا لما نيجي نتكلم على دور وزارة الزراعة، وزارة الزراعة جهة تنظيمية بحيث المعلومة الارشادية، المعامل المرجعية، الاستيراد من الخارج بيتم ارسال لجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ما بتستوردش بنفسها او لحسابها. فلازم احنا كاستثمار يبقى لينا دور في بناء المجتمع. كفانا استيراد من الخارج، كفانا تدمير لثرواتنا. مصر كانت فعلا وصلت للاكتفاء الذاتي قبل كارثة انفلونزا الطيور، وكنا ابتدينا نصدر. نفسنا نشوف ده مرة تانية. دور الجامعات في هذا الملف حضرتك شايف ان هو قاصر على الدور التعليمي والارشادي فقط؟ والله هو دور الجامعات يعني دور مهم جدا في التعليم والارشاد ووضع الخطة ان انا اعمل سلالات انتاج سلالات حديثة مقاومة. فدور الجامعات دور رائد جدا ومهم جدا. طب سؤال، انا اسف، يعني الجامعات مش بيبقى عندها مزارع بحثية علشان اقدر اطبق فيها ابحاثي وان انا يبقى عندي نماذج موجودة؟ بالطبع الجامعات عندها مزارع بحثية، والمفروض النهاردة اي بحث بيطلع بيكون نتيجة ان اتعامل في مزارع. حال هذه المزارع الى اين وصل حال هذه المزارع؟ والله هو حضرتك برضو احنا في الجامعات تحتاج الى دعم للبحث العلمي، لان ميزانية البحث العلمي في الجامعات النهاردة ضعيفة جدا. يعني احنا عندنا مزارعنا محتاجة بنية اساسية، محتاجة تطوير مثلا، ولا محتاجين دعم عشان ايه؟ محتاجين دعم لتكوين مزارع ودعم لتشغيل مزارع نفسها عشان تقدر، لان ابحاث الدواجن
الناس بتشوف ان ابحاث الدرجه انك تربي فرخه. طب انا لما اكون عندي مزرعه في معمل دي زيها زي في 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 جامعه زيها زي المعمل في في كليه الطب مثلا، دي مش المفروض ان انا بضيفها للميزانيه بتاعتي وان انا طالب بيها ان هي تبقى موجوده؟ المفروض يا فندم كليه الزراعه المعمل بتاعها هو المزرعه. طيب ده اللي انا بقوله لحضرتك، ان تكون هناك كليه زراعه بدون مزرعه متكامله، كما ان كليه الطب لا تستغنى عن المستشفى فكليه الزراعه لا تستغنى عن المزرعه، فالمزرعه هو المعمل وهو التعليم وهو البحث وهو المخرج النهائي لكليه الزراعه. وبالتالي لازم كليات الزراعه دي تدعم بمزارع نموذجيه بحثيه بعلم بها مهندس يطلع على سوق العمل. فلازم ادربه في مزارع جاهزه وكامله. انا بشكر حضرتك يا فندم الاستاذ الدكتور طلعت الشيخ رئيس قسم انتاج الدواجن بزراعه سوهاج، بشكرك على هذه المداخله. ملف صناعه الدواجن احنا بنحاول يعني نناقش العناوين.